صحتك اليوم؟ أنا اللي لازم أسأل عن صحتك سيد إسلام. والله ضل بالي عندك دكتور، لأنه بالجلسات الماضية حكينا كتير عن القتل والدم. تحب اليوم نتابع بالقتل ولا بيصير كتير عليك؟ لا لا ما يهمك، تعودت. طيب سألتني شو معنى فساد في الأرض؟ من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. إيه نعم، اشرح لنا لنشوف. في آية بعد أحلى منها دكتور، هات لنشوف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فعلا فعلا هاي أحلى. والمفسدين في الأرض دكتور هن قطاع الطرق، اللصوص، النصابين، المنافقين وناشري الرذائل والشهوات، وبيسميهم كمان محاربين، وكمان المرتدين عن الإسلام. وكل واحد بيحارب الله ورسوله بالفعل والكلام فاسد. وأعظم فساد هو الكفر والشرك دكتور، يعني أنت تعتبر مفسد. طيب طيب تابع. وبيقولوا أنه الآية تبع القتل والتقطيع نزلت في جماعة رعاة إجوا لعند الرسول وأعلنوا إسلامهم. فقام الرسول صلاة ربي عليه من طيبة قلبه وكثرة مراحمه أعطاهم قطيع من الإبل حتى يشربوا من أبوالها وألبانها. كأنه سمعت هالقصة منك قبل هيك سيد إسلام. اسمعها مرة تانية دكتور لأنه حلوة كتير. هيدول يا سيدي قتلوا الرعاة تبع الرسول وسرقوا الإبل، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. والبعض بيقولوا أنه بالأخير حرقهم بالنار دكتور. لا عمى على هالأساوي. إيه بس وينك دكتور، هاي كانت المرة الأولى والأخيرة اللي مثل فيها الرسول بالجسس، ما عاد كررها أبدا لأنه الله عاتبه عليها. وهذا عقاب كل واحد مفسد سيد إسلام. الحاكم الشرعي بيختار العقوبة المناسبة دكتور على مقدار الجريمة، قتل، صلب أو قطع الأيادي والأرجل أو النفي. قال ابن عباس إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم اختلف العلماء هل يصلب فاعل ذلك حيا ويترك حتى يموت؟ شي بفزع، أنا شايف إنك راح تمرضني قبل ما أنت تشفى، هاي إذا شفيت أصلا. شو دكتور؟ عم بتشك بقدرتك على علاجي؟